هل تتساءل ما هو نظام العمل اليومي للأشخاص الذين يعملون في مجال التجارة الإلكترونية؟ إذا في هذا الفيديو سأطلعكم على يومياتي كتاجر في مجال التجارة الإلكترونية. مرحبا، أنا رضا عازم، خبير في مجال التجارة الإلكترونية. كما هو الحال في كل مشروع تجاري تعملون به، مهم جدا العمل بنظام. الشيء المميز في مجال التجارة الإلكترونية أنه يمكنك بدء العمل في أي ساعة تريد. أنا شخصيا أبدأ عمل التاسعة صباحا، والشيء الأول الذي أبدأ به هو رؤية الرسائل داخل موقع إيباي. مهم جدا تفقد الرسائل داخل موقع إيباي قبل تجهيز أي رزمة أو رؤية المشتريات في الحساب، لأنه يمكن إحدى الزبائن يريد لنفترض إلغاء الصفقة، أو يريد تغيير أي شيء في عنوان الشحن الذي عرفه في حسابه. من ثم نبدأ بتجهيز المنتجات، تغليفها وإرسالها لقسم البريد الذي نعمل معه. سأريكم بعض الرزم التي جهزتها للشحن. كما نفترض هذه الرزمة هي جاهزة، أريد شحنها للزبون الذي اشترى مني. كما نرى العنوان هو United States، هذا رقم التتبع للصفقة، هذا رقم التتبع الذي سأدخله في الحساب في الإيباي لكي أثبت للزبون أنني حقا أرسلت هذا المنتج. فرقم التتبع هو الإثبات الوحيد أننا أرسلنا هذا المنتج للزبون، وأيضا نثبت للإيباي أننا حقا أرسلنا هذا المنتج للزبون. فمهم جدا أن يكون رقم التتبع على الرزمة، وأن يكون لديك نسخة واحدة من هذا الرقم بحوزتك. فدائما عندما نلصق رقم التتبع على الرزمة سيكون هنالك ثلاثة نسخ للرقم، واحد من هذه الأرقام سيكون لدينا. كما يوجد لدي قائمة من أرقام التتبع، هذه قائمة أرقام تتبع، هذا الورقة حصلت عليها من البريد، وهنا يوجد عدة أرقام تتبع، في كل صفحة يوجد 9 أرقام تتبع. فهكذا سيكون منظم أرقام التتبع لديك، وتعرف أنه يوجد لديك نسخة لرقم التتبع في حالة إذا حصل أي شيء للرزمة في خلال شحنها للزبون. فأيضا يوجد هنا أيضا رزمة ثانية، هذه المكاتيب تسمى Polymery Envelope، يمكنكم شراؤها من الإيباي، يمكنكم شراؤها في علي إكسبرس. هي غير مكلفة وجدا فعالة في إرسال المنتجات للزبائن. أكيد لاحظتم إذا اشتريتم الكثير من موقع إيباي أو من موقع علي إكسبرس، لاحظتم أنهم يرسلون هذه المنتجات من خلال هذه المكاتيب. هذه معتبرة من نايلون قوي جدا، اللون الأبيض هو أقوى من اللون الأسمر، فيوجد هنا حجمين. أيضا طريقة ثانية لتغليف المنتجات، يمكنكم رزم المنتجات من خلال علب كرتون. كما نرى هنا العنوان للزبون، هنا ألصقته هنا. مفضل دائما طباعة العنوان على الحاسوب وكتابته، مفضل دائما طباعته بالحاسوب وليس كتابته باليد، من خلال الحاسوب سيكون بارز وسيرونه بصورة واضحة جدا في البريد. هنا رقم التتبع، وهنا كما نرى عنواني. دائما نلصق عنواننا لكي في حالة إذا الزبون لم يستلم المنتج، البريد سيرسل هذا المنتج إلي، فيريد أن يعرف لمن هذه الرزمة من خلال العنوان هنا، سيعرف أنه هذا المنتج لي. فهكذا أفتتح الصباح. وكما نرى يوجد هنا، كما نرى قد جهزت جميع المبيعات. كما نرى يوجد هنا كيسين مليئين بمنتجات برزم، كما نرى يوجد حوالي 35 رزمة جاهزة أريد أن أشحنها من خلال البريد المحلي. فجميع هذه العوامل التي ذكرتها تتطلب بين 2 إلى 3 ساعات. ثم أرجع إلى المكتب، أتفقد صفحات المبيعات إذا يوجد أي تعديل عليه القيام به، وأنتقل لإدارة المنتجات التي بيعت بطريقة الدروب شيبينج، لأنني أدير عدة متاجر، قسم منها منتجات تشحن من بلادي، وقسم آخر تشحن من خلال موردين من أنحاء العالم الذي أعمل معهم، وهم الذين يشحنون المنتجات نيابة عني، أنا لا أشحن أي شيء.
من ثم أبدأ بالعمل بحث أسواق لمنتجات جديدة يمكنني بيعها، إما من خلال طريقة الدروب شيبينج أو إيجادها في بلادي وشحنها. إضافة إلى ذلك، أنا أيضا تاجر في موقع الأمازون. عند الانتهاء من إدارة المتاجر في موقع إيباي، أنتقل لإدارة المتاجر في موقع أمازون. فطريقة العمل مع موقع أمازون مختلفة تماما من طريقة العمل مع موقع إيباي. فأريد أن أريكم رزمة سأرسلها لموقع الأمازون، بالواقع عدة رزم ولكن هي موجودة هنا وهي ثقيلة جدا. كل رزمة وزنها ما يقارب 20-25 كيلو. سأريكم رزمة واحدة فقط. كما نرى، هذه رزمة سترسل لمخازن الأمازون، أنا أرسلها لمخازن الأمازون. فسترون هنا عنوان المخزن الذي سأرسل إليه للأمازون. هذا هو العنوان، ship to United States. هذا هو عنواني، وهنا عنوان المخزن بالأمازون. أنا أيضا أسوق منتجات خاصة بي وحصرية في الأمازون. وفي الأمازون طريقة العمل كما ذكرت مختلفة تماما مما هي في موقع إيباي. يوجد هنا ما يقارب 25 رزمة بوزن 20-25 كيلو، وقد رأيتم فقط رزمة واحدة. يوجد الكثير من المنتجات الحصرية التي أبيعها في موقع أمازون وأشحنها لمخازنهم. أتوقع أن اليوم شركة الشحن ستأتي لاستلام هذه الرزم. فكما ترون، أنا أعمل في هذا المجال كوظيفة كاملة. يمكنني العمل ساعة واحدة باليوم أو ساعتين كما يقولون الكثير من المدربين الآخرين، ولكن إذا كنتم تريدون نتائج جيدة ومربحة، يجب عليكم التعامل مع مشروعكم بجدية وتكريس له الوقت الذي يستحقه. فريقي اليوم مكون مني وامرأتي وموظفتين أخرى. ربما في المستقبل سأدع امرأتي تلقي بعض النصائح، نتأمل أنها ستوافق. وهذا الفيديو أعلنته لكي أريكم أنه حقا يمكنكم العمل في هذا المجال بوظيفة كاملة تماما مثلي. فأنا ابتدأت تماما مثلكم، لم أكن أعرف أي شيء بالمجال، ولقد تعلمت وثابرت وسافرت لعدة محاضرات لكبار التجار في العالم في بلادي وخارج البلاد لأكتسب الخبرة اللازمة في المجال. إضافة إلى ذلك، لقد أعلنت هذا الفيديو لأحفزكم وأشجعكم وأري لكم إمكانيات هذا المجال. أيضا هذا هو الواقع لأغلبية طلابي الذين يتعلموا هذا المجال، وندعمهم ونساعدهم بأي مشكلة يصادفونها. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو وأضفتم معلومات مفيدة لكم. ولكل من لديه أي استفسارات عن مجال الإيباي أو الأمازون، أرجو كتابتها بالتعليقات تحت أو مراسلتنا من خلال الرابط المبين بوصف الفيديو. سأراكم قريبا، وشكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو.